على التيمم مع الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. فتاوي رمضانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالنا اليوم هو في الحقيقة سؤال ثاني جاء من عند الأخت عواطف اللي كانت سألت وقتها عن حكم الختمة من الهاتف وجاوبناها عليه. تسأل سؤال ثاني تقول أنها التيمم ما قدرتش تقتنع به، يعني بمعنى أنه هي يكون من حقها باش أنها تتيمم، ولكنها تقول لا ما نتيممش لأن التيمم بالنسبة لها حاجة ما هيش مقتنعة به. شوف، نقوله الأخت عواطف ولكل واحد فينا نذكره أن العبادات شرحها ربي سبحانه وتعالى لعبادته، نعم، وللتخفيف عنا وللتيسير. والأصل في ذلك أن المؤمن يقول سمعنا وأطعنا، أي السمع والطاعة يا ربي. لأنه التيمم الساعة شنو هو التيمم في اللغة؟ التيمم هو القصد، يعني أنك تقصد وتنوي الطهارة. وفي التعريف الفقهي للتيمم هو التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به بالصعيد الطيب، هذا كما مثلا شنو كما الحجرة الطبيعية. به مشروعية التيمم توا احنا كيفاش نقولوا التيمم مقتنعين به ولا مش مقتنعين به؟ احنا ما جبناهوش من روسنا. التيمم موجود في القرآن الكريم وما أدراك. يقول ربي سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. شكور ربي سبحانه وتعالى بعد، علاش يا ربي جعلتنا التيمم؟ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ملا مش نقولوا الحمد والشكر ليك يا ربي اللي يسرتنا أمورنا. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يبين أن ربي سبحانه وتعالى قال، يعني بينوا أو حالوا، فقال وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه ربي يجعل لنا الأرض هذه باش تكون طهور كي احنا ما نلقاوش الماء. إذن وقال وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا. سبحان الله، فهذه يعني رحمة من عند ربي. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهذا في حديث طويل على كل حال في سبب مشروعية التيمم، حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لما شرع الله سبحانه وتعالى التيمم فيها. إذن ورفع التيمم يكون لرفع الحدث باعتبار أن التيمم يرفع الحدث رفعا مؤقتا إلى حين وجود الماء، وهذا كما قلنا لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن ييسر علينا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فإذن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فعلينا أن نمتثل لأمر الله سبحانه وتعالى بالتيمم حتى أن ما نكونوش في عنة ومشقة وحرج، ونعبد ربي سبحانه وتعالى كما هو أمرنا وكما حب وأراد النبي صلى الله عليه وسلم رفعا للحرج، وبش الإنسان يحافظ على صلاته. فإذا كان بش يستعمل الماء بش يكون الماء هذاك فيه مضرة، أو ما عندوش بش يشري الماء، أو قص عليه الماء وما عندوش بش يجيبه، أش بش يعمل؟ أما خير يصلي ولا يقعد ما يصليش. إذن فربي قال له اتيمم، هك التيمم هذاك هو نية لاستحضار الطهارة، أن الطهارة هي طهارة قلبية على الأقل. صحيح هو هك الحجرة هذيك هي ماهيش باش تنظف هي، لكن على الأقل الإنسان يستحضر معنى الطهارة ويستحضر نية الطهارة ويقصد ربي سبحانه وتعالى ويتوجه ربي سبحانه وتعالى بقلب طاهر سليم، يكون ذلك بالمسح مثلا على الحجارة اللي هي تراب، واللي انت يا ابن آدم راهو أصلك من تراب. فإن شاء الله ربي يتقبل منا وربي يكرمنا وربي يفتح علينا، آمين يا رب العالمين. وفي نهاية الأمر هو حتى الماء اللي ننزله ربي سبحانه وتعالى فنحن نستخرجوه من الأرض اللي هي تراب، وفيه من الأملاح اللي هي كذلك من مكونات التراب، وهذه من الحكم الربانية العظيمة. اللهم تقبل منا يا رب العالمين، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوي رمضانية. ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك، ملازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في